فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنني في إحدى الصلوات نسيت قراءة سورة الفاتحة في إحدى الفروض، فهل أعيد هذه الصلاة؟ إذا كنت خلف الإمام تكفي قراءة الإمام، أما إذا كنت منفردا فلا بد من إعادة الصلاة. إن ذكرت هذا قريبا فإنك تقوم تأتي بركعة تسجد للسهو، أما إذا طال الفصل أو انتقض وضوءك فلا بد من إعادة الصلاة من أولها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.